السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هاي السلم صعب. صعب يا ولدي. سلم بلاو الضحك والسكري والقهوة والسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. هكا يا ولدي عليك الله الشكر والرضا. عملوا عندكم هنا. ورقة ذا حاج في الطابق الثالث آخر مكتب على يدك الشمال. الطابق الثالث؟ الثالث. ما عندكم اسانسير؟ ما في والله. ولا مستعمل؟ لا والله. اتفضل. ربنا يعينك. والله يا ولدي دعوة في الصفحة. الله يعيننا ويعينك. لا حول ولا قوة. الطابق الثالث؟ الطابق الرابع، الطابق السابع، الطابق التاسع، الطابق الثالث آخر شقة على الشمال، الطابق العاشر، الطابق الخمستاشر. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا قوي يا قوي لا حول ولا قوة إلا بالله. ما عندك أي مشكلة. اعتبري موضوع الدم والدين. أنا حامشي للمدير وحظبط لك كل حاجة. إن شاء الله بكرة لما نرجع البيت في الطرحين إن شاء الله حفشاك في البيت وأديك الولد. تسلم إن شاء الله. يديك العافية. تسلم يا رب. دي المحرية فيه. يديك العافية. كتر خيرك. يلا مع السلامة. الله يخليك. يا مسهل سهل يا معين تعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ولدي لو سمحت دقيقة. أيوة يا حاج. أنا جيتكم بالطلب ده لقيت الولد في الاستقبال. قال لي دي في الطابق الثالث آخر شقة على الشمال. أنا طالع لقاني واحد قال لي ده الخامس. نزلت واحد قال لي ده أنا ما أنا في أطو طابق. كده الورقة يا حاج. موضوعك ده يا حاج الطابق الثالث الشقة على يدك الشمال. وأسا أنا في أطو طابق يا لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج. تعرف أنا يقول الرابع أمشي الرابع أطلع الخامس تعال السابع تقف الثاني الطابق الثالث. أنا تعبت يا بنتي. عليك الله. شوف لي الورق ده مزول منه من عندكم هنا. أي ورقة ده ليه ما معمول في فايل؟ كان في فايل والله يا بنتي لكن الفايل ده ورقة ده مسؤول منه مخلص ومخلص مع مضر في السطوح. مخلص مع مضر في السطوح؟ أيوة. مكتبهم فوق؟ أيوة. لا لا أبوه في السطوح. مو في السطوح يعني؟ نعم. حسن هذا يقوينا. مدير مدير مع مخلص مع مضر؟ أي مع مضر. مضر. نعم. مخلص أي كمان يسابق. يديك العافية. إلا الأمور بطريقتك بس الموضوع ده يتحل لي بس أهم حال الموضوع ده يتحل لي دقيقة بس أرجع لك أسمع يا ولدي ما تنظر لي الورق ده الله يفتح عليك يا أخي أنا تعبت لفيت الطابق الأول أمشي الرابع أمشي الرابع أنزل الثاني أمشي الثاني أنزل الخامس أنظر لي الورق ده الله يفتح علينا وعليك أنت لكن الورق ده بخش مخلص أنت ما مخلص؟ أنا مضر أنت مضر ومخلص ولو؟ مخلص ده أنت حصله طلع هسه حصله بس يا مخلص يا مخلص ما قلت لك امضي علينا الورق ده يا اخي.